هنعمل النهارده اوراك الدجاج مع الخضار، وصفه سريعه لذيذه جدا. كلنا بنحب الاوراك، بس تمام. طيب تمام، طبعا احنا عندنا الاوراك طبعا زي ما قلنا هي لحم طري الكل بيحبها، وانا عاملاها مخليه. يعني انا بنصحك جيبي اوراك مخليه، او انت تعرفي في البيت تشيلي الجلد والعظم، بس يعني لو جبتيها من بره جاهزه اسهل. هيلزمنا الاوراك الدجاج بالخضار 8 اوراك من الدجاج المخليه من الجلد والعظم، تختاريهم تخليهم يخليهم لك اللي بيبيع الفراخ، او اشتريهم مخليين جاهزين. عندي هيلزمني معلقه كبيره من البصل الباودر، دي تتبيله الوراك، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، ومعلقه صغيره من البابريكا، وعندي نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وعندي 5 معالق كبار عصير الليمون، وعندي معلقه صغيره ونص من الملح، ومعلقه صغيره ونص من الثوم المهروس هرس يكون ناعم جدا، وعندي معلقتين كبار من زيت الزيتون. طيب انا حابه بس اوري المشاهدين، طبعا انا قبل الحلقه كنت مشوحه شويه صدور، وهخليها دلوقتي بس تكمل سوا، علشان عشان كان فاضل لها شويه بس على النار. وعايزه بعدين اقول لكم على مقادير الخضار، بس بعد ما نشتغل شويه في الفراخ. عايزه اقول كمان كتير بيجيني اسئله وبتقولوا لي بتستعملي حلل نوع ايه، فانا عايزه اقول لكم ان النهارده هستعمل معاكم نوع حلل من مصر المحروسه. وطبعا كل عروسه بتكون عايزه تجهز بيتها بتكون عاده دايما محتاره تجيب حلل نوعها ايه، هل عايزه تجيبهم تفال ولا سيراميك ولا جرانيت. وكمان بنفس الوقت احنا دايما عايزين تكون الحاجه مضمونه وصحيه وسعرها مناسب. فأنا طبعا النهاردة في الحلقة معانا هنستعمل حلل مصر المحروسة، وهي بصراحة أحلى حاجة فيها أنها منتج مصري، وكلنا بندعم ونشجع أكتر منتجاتنا منتجات بلدنا. فطبعا هي حلل رائعة جدا للاستعمال، وبتعيش معاكي فترة حلوة جدا جدا، ومش يعني مش بتعملك أي آثار ضارة، وده أحلى حاجة فيها أنها صحية ومضمونة. طيب دلوقتي أنا بخلط معاكم مقادير تتبيلة أوراك الدجاج زي ما انتم شايفين، عصير الليمون والتوابل بتاعتي والثوم. تمام، طيب دلوقتي انا خلطت المقادير دي، هقوم حاطه الاوراك دي المخليه جواها. تمام، طبعا انا شغاله بنص المقادير. تمام، فانتوا التتبيله دي هتكفيكم لثمان اوراق كبيره حجمهم حلو جدا. عايزه اقول انه لما هنيجي نعمل خضار هنعملها زي خضار السوتيه، بس هنديها الطعم الرائع اللي هنكسبه من تتبيلة الأوراك دي، هنشوف ازاي. طبعا في حد هيقول لي هل لازم اخليها دي الأوراك في التتبيلة فترة طويلة؟ بصوا اي حد عايز يسيب حاجة في التتبيلة مش هقول له لا، ده اكيد، بس الوصفة دي انت ممكن تعمليها مباشرة من غير ما تضطري تسيبيها فترة طويلة في التتبيلة. طيب انا دلوقتي هستعمل طبعا معاكم، هستعمل طاسة اهو، وعندي دول تقريبا خلاص يعني هم استووا، انا هبعدهم شويه، هستعمل طاسه من طاسات مصر المحروسه زي ما قلنا، شركه مصر المحروسه لتصدير وانتاج الاواني المنزليه. هحط شويه زيت عندي في الطاسه واسيبها بس تسخن شويه. تمام، طيب لغايه ما ابدا انزل بقى الوراك، ممكن استاذ سرجاني وراني ناخد مع بعض مقادير الخضار، ايه رايكم؟ يلا انا مستنيه بس اهو الطاسة بتاعتي، وأهي الحلل بتوع شركة مصر المحروسة عندي، وأنا بستعمل طاسة من طاساتهم، بس بستنى عليها لغاية ما تسخن. أهم حاجة تكوني حاطة فيها المادة الدهنية قبل ما تستعمليها، بس امسحيها طبعا بمسحة زيت أو زبدة اللي يريحك، وبعدين عاد جدا هتحطيها على النار تسخن، وفيها طبعا الزيت لازم يكون فيها المادة الدهنية. أنا هستناها تسخن، وفي الوقت ده هنقوم أخدين مع بعض مقادير الخضار. عندي الخضار بتاعتي هيكون عندي، طبعا انا هقول لكم في البدايه يعني انا حطاها من بدايه الشغل، في عندي نص كوبايه بقدونس مفروم ناعم، وعندي معلقه كبيره من الثوم المهروس، عندي معلقتين كبار من الهوت صوص، دول كده بالتدريج هنبدا بالشغل بالطريقه دي هتشوفوا ازاي، وعندي نص معلقه اختياري صغيره من هريسه الشطه اللي بيحبوا الحراق، وده مخصوص لرانيا بصراحه انا حطاها، وعندي معلقه صغيره من البصل الباودر، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره من الملح، 3 معالق كبار عصير ليمون طبيعي، وعندي مكعب مرق من الدجاج، نص كوباية مية، ونص كيلو كوسة متقطع صوابع، ونص كيلو كمان من الجزر متقطع صوابع، كوباية مشروم، وكوباية بسلة يعني البازيلا بالعربي. طيب في ناس هتقول ايه اللي كان موجود طب قبل البازيلا او البسلة والجزر والكوسة، دي التتبيلة اللي
تدي للخضار السوتيه طعم رائع جدا. انا دلوقتي بنزل بس بالاوراق بتاعتي اهو ماشي في الطاسه دي، الطاسه الصغيره من الطاسات، ودي الطاسه الكبيره بتاعت شركه مصر المحروسه، فانا دلوقتي استعملت طاسه صغيره هتاخد معايا، بصوا حتى كمان حجمها حلو، اخدت معايا الثلاث اوراق دول، هستنى عليهم شويه، الطاسه سخنه جامد زي ما انتم شفتوا، سخنت معايا بشكل حلو جدا، هستنى عليها شويه لغايه ما اقلب على الوش الثاني. واحلى حاجه في الادوات دول كمان ان هم ايه يعني جوده عاليه وهتعيش معاكي فتره طويله. طيب هوريكم دول، دول عندي الخضار ده لسه فريش خالص بس متقطع، هقول لكم ده حصل فيه ايه. حصل فيه كالتالي، هاخد الخضار طبعا دي كميه بسيطه، وهبدا ايه، هبدا بالكوسه عشان مش بياخد لون، يعني مش بياخد قصدي وقت ومش بيغير لي لون الميه، بنزل فيه بميه بتغلي واستنى عليه، الكوسه مش بياخد اكتر من 3 دقائق، 3 دقائق وهقوم رافعه الكوسه عندي من الحله بتاعتي، عايزه تغطي تسيبيه 3 دقائق دول، 3 دقائق بالظبط ما ينفعش اكتر، واحيانا ممكن كمان دقيقتين عشان الكوسه تستوي بسرعه. احنا عايزين الخضار يا دوبك تطرى ومش تطرى قوي، يعني لازم تكون مقرمشه، يعني اللي هو بيتقال عليها ربع سوى او نص سوى مش اكتر. تمام؟ طيب انا دلوقتي طالما عندي الوراك كش حجمها شويه، ممكن اقوم نازله ايه بالورك الرابع عندي اهو، بصوا دي الطاسه الصغيره واخدت معايا 4 وراك بشكل مرتاح جدا جدا. طيب دلوقتي انا ايه الكوسه اول ما خلاص الدقيقتين الثلاثه اللي انا عايزاهم بيغلي هنا فورا، هتقومي عامله ايه؟ هتكوني مجهزه ميه جوه، ممكن بوله، ممكن اخد دي واملاها ميه ساقعه، ويفضل كمان ميه متلجه، لو عندك ميه متلجه والله يا ريت. هنقوم عاملين ايه؟ هنقوم اخدين الخضار دي بتاعتنا فورا، في ناس بتسالني ازاي بتتعمل الخضار السوتيه؟ الموضوع ولا اسهل. هنقوم فورا اخدين الخضار دي بتاعتنا كده، ونقوم رافعين الكوسه ده من على الميه المغليه، هتلاقوه طري وما بقاش يعني بنفس يعني شكله اول ما نزل، هتلاقوه طري وبقى عندي فيه قرمشه بسيطه جدا. بنفس الطريقه دلوقتي بقى بنزل بالجزر، الجزر هياخد معايا 5 دقائق مثلا لانه بياخد شويه وقت اكتر لغايه ما يتسلق النص سلقه دي. كده خلصنا، فهنوصل للخضار بالشكل اللي احنا عايزينه ده، والبسلة عندي نفس القصه بالظبط، كمان بتاخد لها 5 دقائق، هو اكتر حاجه مش بتاخد وقت هو الكوسه، فنكون حريصين ما يقعدش اكتر من 3 دقائق عندي. طيب خلصنا ورفعنا الخضار بقى من على النار وصفيناها من الميه وخلصنا، وعندي الفراخ بتاعتي استوت، هقوم رافعه الفراخ عندي في طبق، وانا مجهزه شويه فراخ مستويه ودي عندي مستويه، هنرفعهم وفي نفس الطاسه بتاعتنا هنستفيد من بواقي التتبيل وتشويح الفراخ، هو اللي هنستفيد ده منه عشان ندي الخضار بتاعتنا طعم. فهعمل ايه دلوقتي؟ هقول لكم هعمل ايه، بس انا لو حسيت الدهون عندي شويه كتيره، يعني اللي بيحب ممكن نقوم شايلين حبه من الدهون دي مصفينها، حبه صغيره جدا ممكن ايه نتخلص منها عشان اللي عايز الاكل يكون صحي اكتر. انا قللت كده بس شويه الدهون عندي، نزلت نصها تقريبا، وهقوم بقى عاملين ايه؟ هناخد عندي الثوم والبقدونس والهوت صوص، دول اللي قريتهم اول حاجه في المقادير، هنقوم نازلين اهو بالثوم تمام، وعايزه ادي تقليبه للوراك عندي واوطي بقى النار شويه اهو، شايفين لونهم قد ايه جميل تمام، هنوطي بقى النار عليهم شويه عشان خلاص طالما قفلوا المسام بتاعتهم انا اقدر ايه اهدي النار واسيبهم بقى يستووا كويس، ما يبقاش عندي ايه حاجه من الوراك دي مش مستويه حلو. الثوم مش عايزينه يتشوح جامد ولا عايزاه يغير لونه جامد، كمان هنا هوطي شويه النار اهو، الثوم يا دوبك كده خلاص كفايه، وهقوم نازله فورا بالبقدونس واخلي حبه من البقدونس انزل فيها في الاخر خالص. فكده بقى عندي استاذ سرجاني انا هبدل بس الطاستين ماشي. طيب انا بس هقول راني هعمل ايه، انا نزلت دلوقتي بالبقدونس، هقوم نازله في السريع اهو بالهوت صوص، يلا حاضر، وهنزل فورا بايه بالخضار بتاعتي، بعد ما نزلنا بالهوت صوص وهريسه الشطه هنزل بالخضار بتاعتي واديهم تشويحه يا دوبك مده بسيطه جدا، يعني تقريبا 3 دقائق كده، يعني هي مسافه الفاصل. احنا هنطلع فاصل صغير
هنرجع بعد الفاصل. الخضار عندي هتكون اكتسبت طعم رائع من مجموعة التوابل دي والثوم والبقدونس وبواقي تتبيل الفراخ. هنطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل وهضيف المشروم عليهم كمان، ونشوف هنعمل صوص رائع جدا كمان للوصفة دي ازاي. أكل أحلى من أكل مطاعم بمليون مرة. فاصل، راجعين بعد الفاصل فاستنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل. طبعا الخضار انا غرفت منها واستوت ونشفت، حطيت مكعب مرق بعد ما اخدت تشويحه، حطيت مكعب مرق. وانت بقى ممكن بقى يا اما تدوبيه بربع كوبايه ميه او تحطي نص كوبايه ميه حسب ما انت عايزه قد ايه الخضار تستوي معاكي. كل ما زودتي الميه وقعدت على النار اكتر الخضار هتطرى اكتر. انا بحبها مقرمشه سنه، فمش بحب ايه ازود لها ميه كتير، بحطها بالتدريج وبراقب لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه بالظبط. والخضار والفراخ عندي كمان خلاص استوت وبقت رائعه جدا. هرفع معاكم كمان قطعه اهو ونحطها هنا اهو على وش ال ايه الطبق عندي. طيب دلوقتي انا عايزه اقرا معاكم مقادير. ايوه يلا هناخد مقادير الصوص مع بعض عشان نبدا نشتغل فيه في السريع. الصوص ده اختياري على فكره، الطبق كده تحفه، انت عايزه تقدميه كده رائع جدا او تعمليه له صوص عشان في ناس بتحب الاكل معاه صوص. عندي معلقه كبيره من الزبده ومعلقه صغيره ثوم مهروس، معلقتين كبار بقدونس. هتلاحظوا مقادير الصوص مشابهه جدا لمكونات الطبق. عندي معلقتين كبار من الدقيق وكوبايه شوربه فراخ وكوبايه حليب، مكعب مرق، ربع معلقه صغيره فلفل ابيض، ومعلقه كبيره من عصير الليمون الطبيعي اختياري. تحطي نص او معلقه صغيره من الصويا صوص، وده برجع بعيد اختياري. طيب اول حاجه هعملها، عايزه كمان افكركم احنا النهارده بنستعمل مع بعض حلل مصر المحروسه. شركه مصر المحروسه بتقدم لك حلل رائعه جدا لاي عروسه بتجهز بيتها ومحتاره ومش عارفه يا ترى تجيب حلل نوعها ايه. تفال بقى بيسالوني كتير، اجيب تفال ولا سيراميك ولا جرانيت، ايه الاحسن؟ فانا بنصحكم طبعا اي معلومات اكتر عن حلالنا اللي بستعملها النهارده ممكن تدخلوا تشوفوا الصفحه اللي ظاهره دلوقتي على الشاشه، تتواصلوا معاهم تسالوهم تشوفوا ازاي ممكن تجيبوا الحلل وايه الميزات اللي انتوا بتحبوها والمقاسات والاطقم وكل حاجه عن معلومات تخص حلل مصر المحروسه. طيب دلوقتي انا بعمل ايه؟ عندي في السريع الزبده، انا حطيت زبده وبحط عليها ايه؟ كمان شويه زيت. انا بحب دايما ما اكترش زبده كتير، انا بس حبيت الصوص ده يكون ليه طعم كده لطيف فقلت معلقه زبده بس عشان احنا مش حاطين كريمه خالص. بحط زبده وشويه زيت. اوكي بعد ما تسيح عندي الزبده والزيت اهو عندي كويس، هقوم نازله دلوقتي بمعلقتين الدقيق. بس انا عايزه ايه بس زبدتي تسيح كمان شويه، المعالق اهمت. هقوم نازله دلوقتي بمعلقتين الدقيق. تمام يلا هانت بقى خلاص هتسيح. بصوا انا هنزل معلقتين الدقيق وخليهم بقى مع بعض يعيشوا حياتهم. دي عندي معلقه ودي المعلقه الثانيه. تمام طيب دلوقتي هبدا اقلب في الدقيق عندي لغايه ما ابدا اشم الريحه بتاعته. اول ما احس انه بقى له ريحه كده جميله فده رائع جدا. وهنزل مباشره بالثوم. وبصراحه معلش انا كنت بفضل كمان انه الثوم اعمل فيه زي ما عملت في الخضار، اني كنت ايه ادي له التشويحه البسيطه بتاعته، بس معلش نسيت شوحوه كده التشويحه البسيطه اللي ما بتاخدش ثواني، وانزلوا بعدين عليهم بالدقيق. عموما كده كده انا ايه نزلته دلوقتي عشان يلحق يتشوح مع الدقيق التشويحه البسيطه دي بتاعته. كمان نفس القصه، شويه البقدونس عندي كمان هنزل بيهم اهو، فالصوص عندي هيكون اخد طعم الثوم والبقدونس. على فكره الصوص لما هتدوقوه اللي بيحب كريمه شوربه كريمه المشروم الصوص ده هيفكركم جدا 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 بالتيست بتاع الشوربه بتاعه المشروم اللي احنا بنطلبها دايما من اي مطعم. طيب خلاص عندي بصوا الدقيق بدا يدي كده بيبقلل كده شويه يعني خلاص بيتشوح، فهقوم نازله بقى خلاص خلاص اهو تمام. هقوم نازله فورا بالميه المغليه بتاعتي واللبن لغايه ما يربطوا بس كويس مع بعض. وعندي اهو مكعب المرق والفلفل الابيض انزل بيه كمان، ونازلين بالميه بتاعتي تقليب مستمر عشان يفك معايا الصوص وما يكلكعش خالص خالص. شايفين
اهو عندي زي الفل. هقلب وانزل بقى بكوباية الحليب. بقى عندي ايه؟ صوص رائع جدا ما اخدش منك دقيقة. عملتي لولادك اكل. ما شفتهاش. خلاص اوكي يلا يلا خلاص انا خلصت. انا كل اللي هعمله استاذ سرجاني خلاص هو غلى معي زي ما انت شايف. اخر حاجه بنعملها لما الاقي خلاص غلى، ده اختياري، اللي بيحب بقى شويه عصره ليمون على الصوص ده بقى معايا صوص رائع، واللي بيحب يديله لون وطعم الصويا صوص هتحط زي ما قلت، ده اختياري، شويه الصويا صوص اللي هو نص معلقه صغيره او معلقه صغيره. طب ينفع بس اغرف بس منه شويه هنا؟ خلاص هو غلى، انا هغرف هنا في البوله دي اللي اصلا كنت غرفه فيها من الصوص، هحط هنا عندي، وهحط في البوله دي كمان اهو، وهحط شويه فوق البطاطس البيوري بتاعتي. تمام، وانا بقى حره اني ممكن انزل شويه الفراخ بتاعتي في الصوص واقدمها في الصوص، وده اللي هعمله. احنا هنطلع فاصل صغير لسه مكملين مع بعض، فكل اللي هعمله اللي بيحب ينزل الفراخ دول في الصوص براحتكم جدا ويقدمها مباشره في الصوص. هنطلع فاصل ولسه ما خلصناش، خليكم معانا عشان مكملين مع بعض. فاصل صغير راجعين تاني، وعايزه افكركم الوصفات دي على صفحتي على الفيسبوك بالعربي والانجليش وفران كيالي. يلا فاصل وراجعين تاني.